حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. سجل خام البصرة بنوعيها الثقيل والمتوسط خسائر الأسبوع الثالث على التوالي، وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له على ارتفاع بلغ $1.41 ليصل إلى $77.38، لكنه سجل خسائر أسبوعية بلغت $2.40. وأغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع بلغ $1.41 ليصل إلى $80.28، لكنه سجل خسائر أسبوعية بلغت $2.30. هذا وسجلت أسعار النفط خسائر للمرة الأولى في ثلاث جلسات متتالية، إذ انخفض الخامان القياسيان برنت وغرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 1.8%. أعلنت شركة الطاقة التركية العملاقة توبراش أن المليون برميل نفط عراقي التي احتجزتها إيران مطلع العام الجاري عاودت رحلتها باتجاه مصافي توبراش التركية وستصل في أيلول المقبل. وقالت الشركة إن السلطات الإيرانية احتجزت ناقلة النفط سانت نيكولاس التي تحمل نحو مليون برميل من النفط الخام الذي تم شراؤه من شركة النفط الحكومية العراقية سومو في مياه عمان في 11 من الشهر الأول من العام الحالي، مضيفة أنه تم استرجاع الشحنة بالكامل من خلال عملية نقل من سفينة إلى أخرى. كشف خبراء اقتصاديون عن استهلاك العراقيين لنصف مليار دجاجة سنويا، وقال الخبراء إن هناك فرصا استثمارية كبيرة في قطاع الدواجن، وإن الإنتاج المحلي من الدواجن ومنتجاتها يبلغ 200,000 طن سنويا، والاستيراد يبلغ 800,000 طن سنويا. وأكدوا أن أهم الدول المصدرة للعراق هي إيران، تركيا والبرازيل. حل العراق في المرتبة الثانية بعد روسيا كأكثر الدول شراءً للحمضيات التركية خلال النصف الأول من العام الجاري، ووفق معطيات رابطة المصدرين في منطقة حوض المتوسط التركي بلغت كمية صادرات الحمضيات 935,530 طنا منذ بداية العام الجاري بقيمة بلغت 100,229,000 دولار. والآن هذه انتقال سريع مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.